اسم تفوح من رائحته الخيانة والغدر، اسم ارتبط بجريمة من أفظع الجرائم وكارثة من أخطر الكوارث، وهي سقوط بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية على أيدي التتار. فهو اسم خائن يتربص بالإسلام، إنه ابن العلقمي. بعد وفاة الخليفة العباسي المستنصر تولى المستعصم خلافة المسلمين، وكان لينا سهل الانقياد ضعيف التدبير، وفي ذلك يقول الذهبي رحمه الله: وكان فيه شح وقلة معرفة وعدم تدبير وحب للمال وإهمال للأمور، وكان يتكل على غيره ويهمل أمر الإسلام. وقد اختار للوزارة ابن العلقمي، وذلك في السنة 642 للهجرة، وقد أورد ابن كثير ذلك في كتابه قائلا: استوزر الخليفة المستعصم بالله مؤيد الدين العلقمي المشؤوم على نفسه وعلى أهل بغداد، الذي لم يعصم المستعصم في وزارته، فإنه لم يكن وزير صدق ولا مرضي الطريقة، فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هولاكو، وجنوده قبحه الله وإياهم. وكان داهية استطاع أن يستغل صفات الضعف في الخليفة لينفث سمومه وينفذ مخططاته، يقول الذهبي رحمه الله: فأقام المستعصم ثم ركن إلى وزيره ابن العلقمي، فأهلك الحرث والنسل، وحسن له جمع الأموال والاقتصار على بعض العساكر، وقطع الأكثر فوافقه على ذلك. وإذا جاءته نصيحة في السر اطلع عليها ابن العلقمي ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد كرس حياته ابن العلقمي للقضاء على الخلافة أينما حل أو ارتحل، وقامت تلك الخطة على محاور ثلاثة استطاع ذلك الوزير الخائن من خلالها أن يسقط معالم الخلافة العباسية. أخذ بقطع أرزاق العسكر، وسعى في تقليل النفقات على الجهاد، وهذا ما يؤكده ابن كثير بقوله: وكان الوزير ابن العلقمي يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبة من 100,000 مقاتل، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبقى سوى 10,000. أما المرحلة الثانية من الخيانة العظمى، حيث كاتب العلقمي التتار ليعرض عليهم معونتهم في اقتحام بغداد وإسقاطها، وأمدهم بما يحتاجونه من المعلومات، ويحكي ابن كثير عن ذلك قائلا: ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال، وكشف لهم ضعف الرجال. ثم ضم لخيانته حلقة ثالثة، حيث بدأ في تثبيط همة الخليفة في جهاد التتار والتخاذل في جماعة المسلمين. ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه الحقيقة، حيث قال عن ابن العلقمي: وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمي، فلم يزل يمكر بالخليفة والمسلمين، ويسعى في قطع أرزاق عسكر المسلمين، وينهي العامة عن قتالهم أي التتار، ويكيد أنواعا من الكيد. ولم يكتفي من التأثير على العامة، بل راح يثبط من عزيمة الخليفة في جهاد التتار، ويقاوم كل من أشار عليه بالثبات في وجههم. وفي ذلك يحكي ابن كثير في كتابه البداية والنهاية قائلا: وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد مصالحتهم، وأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه، لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. فخرج الخليفة إليه في 700 راكب من القضاة والفقهاء والأمراء والأعيان، وأشار على الخليفة بالخروج إلى هولاكو قائلا: فليجب مولانا إلى هذا، فإن فيه حقن دماء المسلمين. وتم بهذه الحيلة قتل الخليفة ومن معه من قواد الأمة وطلائعها بدون أي جهد من التتار. وقد أشار أولئك الملأ من المنافقين على هولاكو ألا يصالح الخليفة، وقال الوزير ابن العلقمي محذرا هولاكو قائلا: متى وقع الصلح على المناصفة
لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، ولم يعد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، وحسن له قتل الخليفة.